طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. أخوكم عبد الله الغني مدرب حاصل على مجموعة من الشهادات التدريبية، قدمت مجموعة من الدورات التدريبية سوف تكون دورتنا في هذه تقصير السعادة. أخوكم عبد الله الغني مدرب حاصل على مجموعة من الشهادات التدريبية، قدمت مجموعة من الدورات التدريبية سوف تكون دورتنا في هذه الليلة في أكاديمية الجيل الجديد اليوم الأحد الساعة الآن بتوقيت القاهرة 10:24. السعادة إنها كلمة جميلة، إنها كلمة توحي لك بحياة طيبة. السعادة ذكرت في القرآن الكريم، فمنهم شقي ومنهم سعيد. إذن السعادة هي مطلب كل إنسان، أما الفرح فإنه قد ضم في القرآن، أما السعادة فإنها قد ذكرت في القرآن، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الفرح لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا نقول إنسان فرحان أو فرح، بل نقول إنسان سعيد. هناك وقفة، كل شيء في هذه الحياة يمكن أن يكون مصدرا للسعادة إذا اعتبرته مصدرا للسعادة. أي شيء يكون مصدر للسعادة حتى ولو كان شيئا قليلا يكون مصدر للسعادة. إخواني وأخواتي، كل شيء يعتبر مصدر للسعادة حتى ولو قمت بمساعدة إنسان ضعيف أو زيارة إنسان مريض أو إدخال السرور على إنسان حزين، فإذا اعتبرت أن هذا يدخل عليك السعادة فإنه حتما ستكون سعيدا. إذن ما المطلوب منا؟ أن نجعل السعادة عنوان حياتنا ونعيش ننشد النجاح والسعادة والأجر والثواب. ست السدودة الحكمة تقول ازرع سعادة تحصد سعادة. عندما تذهب إلى ذلك المريض أو عندما تواسي ذلك الإنسان الحزين وعندما تزرع السعادة في قلبه فإنه سوف تنعكس عليك هذه الأشياء من أجر وثواب، وكذلك سعادة سوف تذهب من عند هذا الشخص وأنت في قمة السعادة وفي غاية السعادة. إخواني أخواتي، من هنا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. السعادة يتبادر إلى أذهاننا هذه الكلمة البسيطة، السعادة. ماذا تعني لنا السعادة؟ هل السعادة شيء معنوي؟ هل هي شيء مادي؟ هل السعادة في المال؟ هل السعادة في الجاه؟ هل السعادة في سيارة فارهة؟ قبل ذلك نعرج على معنى السعادة. السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحويه الخزائن ولا يشترى بالدينار أو الدولار. السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوارحه. إخواني أخواتي،
في هذه القاعة الجميلة وفي هذه الأكاديمية الرائعة، الأستاذ حسان والأستاذة هدى، وكذلك الأستاذة حليمة والأستاذة أو الأستاذ إيليا، صحيح إيليا، أرحب بكم مجددا وأرحب بالمستمعين والمستمعات الذين سوف يستمعون لهذه المادة. المطلوب من كل واحد فينا، الأستاذ علياء حياكم الله، شرفتونا أستاذ علياء. المطلوب منا أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم، أن يكون لدينا دفتر صغير وكذلك قلم ونكتب عليه ما نشاء من عبارة تنموية أو عبارة تحفيزية، لأن سوف لأن هذا الدفتر سوف يستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أي مسمى تريد أن تكتبه في هذا الدفتر، وتكتب اسمك بالخط الكبير، وتكتب وقت الدورة، وتكتب من هنا أنطلق. السعادة أخواني أخواتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السعادة أخواني أخواتي هي شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحويه الخزائن ولا يشترى بالدينار ولا الدولار. السعادة شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه. هناك حوار مع السعادة، قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت في قلوب الراضين. قيل فبما تتغذين؟ قالت من قوة إيمانهم. قيل فبما تدومين؟ قالت بحسن تدبيرهم. قيل فبما تستجلبين؟ قالت أن تعلم النفس أن لن يصيبها إلا ما كتب الله لها. بإذن الله أستاذ علياء، بإذن الله أن تتم الاستفادة. قيل فبما ترحلين؟ قالت بالطمع بعد القناعة، وبالحرص بعد السماحة، وبالهم. صفات الإنسان السعيد نعرج عليها سريعا، وبالنسبة لفاصل الراحة متى تريدونه فأنا مستعد لذلك. أستاذ هدى، الإنسان السعيد راض بقضاء الله وقدره، يرضى بما قدر الله عليه من صحة ومن مرض ومن أشياء أخرى، فهو راض لمشيئة الله سبحانه وتعالى. الراضي سعيد والمتسخط شقي تعيس. ولن يجعل الله المنحة في المحنة إلا الله. لن يجعل المنحة في المحنة إلا الله عز وجل، ولا ملجأ منه إلا إليه. الله يبارك فيكم يا سباه هدى. الوقت الذي تريدونه في الوقت الراحة لا بأس. هل الصوت واضح إخواني أخواتي؟ هل هناك تشويش أو هناك صدى؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، وفقكم الله، وفقكم الله. الرضا بكل صغير وكبير تحصل لك منك أو تحصل عليك من غيرك، لا بأس إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله. عليك أن ترضى بوالديك وأهلك وعائلتك وقبيلتك، عليك أن ترضى بمستوى الخير والسعادة التي
منحك الله سبحانه وتعالى فيها. عليك أن ترضى بالابتلاءات صغيرها وكبيرها، عليك أن ترضى بكل شيء حولك من طقس ومن بيئة ومن سلوكية الناس، وعليك أن ترضى بخلق الله وبهذا الكون. من صفات الإنسان السعيد راضي بقضاء الله وقدره، نتيجة الرضا الصبر على كل ما يحصل، نتيجة الرضا الدعاء للمقصرين والمبتلين، نتيجة الرضا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، نتيجة الرضا عدم الحزن على الماضي، نتيجة الرضا عدم لوم الناس. والأخوات الموضوع طويل جدا، ولو قسمناه إلى قسمين لضاع المحتوى الجميل لهذا المحاضرة وهي السعادة، لكن نأخذها كنقاط وكفلاشات، وأنتم بإذن الله سبحانه وتعالى تنطلقون وتعرفون. الرضا بالله ربا ورازقا ومعبودا ومالكا، إنك أيها الإنسان السعيد عندما ترضى بالله ربا ورازقا ومعبودا ومالكا وتعلم أن بيده خزائن السماوات والأرض فإنك سوف تكون سعيدا، فلن تلجأ لأحد أو تتخذ أي سبب، ولن تشكو همك وغمك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. عليك أن ترضى بأوامر الله ونواهيه، أن ترضى بالقرآن وكل ما يقدره الله. إن نتيجة الرضا هي حب الله سبحانه وتعالى، نتيجة الرضا نبذ الهوى، نتيجة الرضا مراقبة ما يدور في حولك، هل هو من الله أو من الشيطان أو من الهوى أو من النفس الأمارة بالسوء، نتيجة الرضا عدم اتخاذ أي شيء أربابا من دون الله، نتيجة الرضا عدم الرضا بالله هو شقاء الدنيا والآخرة. الرضا بالإسلام دينا، من صفات الإنسان السعيد أن يرضى بالإسلام دينا، الرضا بشريعة الإسلام، الرضا بالفروض والتكاليف، عدم محاداة الله سبحانه وتعالى في شرعه، وعدم مشاقة الله سبحانه وتعالى، فالذين شاقون الله ورسوله لهم عذاب شديد. نتيجة الرضا بالإسلام حب الإسلام، نتيجة الرضا بالإسلام السعي الدائم والحثيث لمعرفة الرأي الإسلام في أي نتيجة الرضا بالإسلام دخول الجنة بإذن الله، عدم الرضا بالإسلام تعاسة وشقاء. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، هو الذي وصف لنا السعادة، وهو الإنسان السعيد وأسعد إنسان في هذه الدنيا. محمد صلى الله عليه وسلم من الأوائل الذين صنفه مايكل هارت في أفضل 100 رجل في العالم، وكان أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه شمل كل حياته وكانت حياته سعيدة، فهو راض بالله ربا سبحانه، راض بالله ربا وبالإسلام دينا، وهو صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل شيء، في كل أمر من أمور حياته، وكذلك صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى نكون سعداء لمحمد، حتى نكون سعداء ونحقق السعادة بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أولا محبته صلى الله عليه وسلم، الرضا بسنته صلى الله عليه وسلم، أن يكون قدوة لنا، أن يكون قدوة لنا. إن كثيرا من الناس الآن يتخذ الممثلين والرياضيين وناس أصحاب عصابات يتخذهم قدوة له، فأنا أقول له لا لا لا، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرضا بتعلم سنته وأحاديثه، عندما نرضى بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه صلى الله عليه وسلم، فإننا نشعر بالسعادة والراحة، ونشعر أننا نعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم، ونتدارس سنته، ونحن معه، ونحن جالسين معه ومع صحبه رضي الله عنه وأرضاه.
الرضا بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الرضا به صلى الله عليه وسلم وشجع الرضا بحبه صلى الله عليه وسلم بعد حب الله عز وجل. الرضا بنصر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. واصل إخواني وأخواتي. أرحب بكم مجددا الأستاذة حليمة والأستاذة أنياء والأستاذ هدى والأستاذ حسن، حياكم الله وبارك الله بكم. الصبر من صفات الإنسان السعيد. هل هناك إنسان يعيش بدون صبر؟ بارك الله فيكم. أنتم النور، نور الأكاديمية، وفقكم الله. أبجديات الصبر للإنسان السعيد. لماذا يتمثل الصبر الذي نريده ونحققه ونريد من هذا الإنسان السعيد أن يحققه أولا ونريد أن نحققه كذلك؟ أولا الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. في أيام البرد في صلاة الفجر نصبر على هذا الوضوء ونعلم أن لنا الأجر بإذن الله عندما نستشعر الأجر، وعندما نستشعر أن هناك جنة بإذن الله سبحانه وتعالى فإننا سوف نصبر. كذلك نصبر على قيام الليل فإنه بوقت بعد نوم، وهناك راحة، ولكن ما جعلنا ومن ما حدا بنا إلى أن نقوم هو طلبنا لرضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك لنكون سعداء في دنيانا وفي أخرانا. الصبر على عدم اقتراف المعاصي. وأني أخواتي، المعاصي بشتى ألوانها، وحتى الآن المعاصي بين أيدينا في أجهزة الموبايل، إنها فتن عظيمة بين أيدينا. علينا أن نحفظ أنظارنا أن ننظر إلى الحرام، أن نحفظ أسماعنا أن نسمع الحرام، أن نحفظ ألسنتنا أن نتكلم بالحرام، أن نحفظ قلوبنا أن لا يدخل إليها الهوى المحرم. هناك أنواع من الصبر. الصبر على أخطاء نفسك وقلة خبرتك وعلمك ذلك. لا بأس أن تخطئ، ولكن من الخطأ أن تستمر في هذا الخطأ. عليك أن تتعلم وأن تستشير أهل الخبرة وذوي الرأي. عدم استعجال تحقيق الأهداف، العجلة من الشيطان. نعم لديك أهداف، ولكن عليك أن تصبر حتى تحققها. التذمر، اللوم، الغيبة، النميمة، الشكوى، الشتم، السب، والقذف، والغضب، والعجلة، عكس الصبر. عكس الصبر. عندما تتذمر أو تلوم أو تغتاب، عندما تشكو أو تشتم، فإنك بذلك لقيت عنك الصبر وميزك الصبر. انتقل سريعا إخواني أخواتي. إلى صفات الإنسان السعيد. كظم الغيظ. من يذكرنا بآية فيها كظم الغيظ إخواني أخواتي؟ هذه الآية التي تذكرنا بكظم الغيظ.
الآية التي تذكرنا بكم الغيظ الرباني الغيظ ولكن الناس والله يحب المحسنين. أحسنتي أستاذة هدى. إنها المسارعة إلى رضوان الله سبحانه وإلى مغفرة وإلى السعادة في الدارين. إنه كم الغيظ والحلم وعدم وهو الحلم وعدم الضبط. العافية على الناس. الله أكبر. أحسنت يا سلام. أحسنتم جميعا. وفقكم الله. العفو على الناس. كيف نعفو عن الناس؟ كيف نعفو عن الناس إخواني أخواتي؟ في ماذا يتمثل العفو عن الناس؟ أولا إزالة ما في القلب من حنق واستياء وامتعاض وغيظ، كما يكون بينك وبين أخ لك أو يكون بينك وبين أخت لك سوء تفاهم، فإن هذا السوء التفاهم لا يفسد للود. الأخوة والأبقى المحبة، لأن الحنق والغيظ والانتهاب فإنه يشتت القلوب ويمزقها ويبعثرها. العفو سعادة، لأن عند العفو يذهب ما يكدرك. نجرب من هذه الليلة، أخواني أخواتي، من هذه الليلة بينك أو بينك أختي أخي بين مع أختك أو صديقتك أو أختك صديقك أو أحد أقاربك شيء جعلكما تتنافران، جعل بينكما الغيظ، جعل بينكما التنافر. جرب أن تعفو عن هذه الليلة. انظر إلى مدى السعادة التي سوف تشعر بها. نم. نعم. أستاذ حليمة من راحة نفسية. أحسنت أستاذ حليمة. أحسنت. أخي. لو أنك تقود سيارتك، كان هناك إنسان طائش جاء من جانبك وبسرعة تهوره، فماذا سوف يكون شعورك؟ هل تلحقه؟ هل تعفو عنه؟ هل تدعو له؟ هل سوف تكيل الشتائم والتهم على هذا المتهور؟ وفي السيارة أستاذ علياء، السيارة هل ندعو له؟ هل نلاحقه؟ أستاذة هدى رأيك وأدعي ربنا يهديه ويهديني ويهدي الناس جميعا. أقول ربنا يهديه. إخواني أخواتي، لا نجعل الناس يسيطرون على مشاعرنا، نحن الذين نسيطر على مشاعرنا، نحن الذين نسيطر على مشاعرنا. فهذا الشخص عندما يأتي مسرعا الناس طبائعهم تختلف، منهم العصبي، منهم الإنسان الذي يحب أن ينتقم، منهم الإنسان الذي طبعه الإحسان، فالشخصيات تختلف، ولكن ندعو لهذا الشخص ولا نتضايق من ذلك، بل ندعو له. اعفوا عن أبنائك الذين يعملون، اعفوا عن أبنائك الذين عندك في المنزل، وعن موظفيك، وعن زملائك، وعن أقاربك، وعن
أصدقائك لا تطلب له الهدايا حسن تسلم عليهم. لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة في البيت. أعفو لأنك لو دققت في كل صغيرة وكبيرة سوف توائف منك أهل بيتك. أعفو عن نفسك إن أخطأت أو سهوت أو نسيت. أحمد الله سبحانه وتعالى واشكره ولا إن شكرتم لأزيدنكم. أحمد الله سبحانه وتعالى أنك خالي من الآلام والأمراض والأوجاع ومن الوساوس. كيف تتخلص من الوساوس؟ أولا الدعاء. اسأل نفسك ما الدليل على هذه الوساوس. إن لم يكن لديك دليل اترك الوساوس. أسهل طريق ترك الوساوس اتركها ولا تلتفت إليها. اسأل نفسك هل فعلا هناك وسواس؟ هل هناك وسواس؟ أو أنه جاءك هكذا؟ إذا شكيت دائما في وضوئك اعتبر نفسك توضأت، إلا إذا كان هناك بينة أو عرفت فعلا أنك لم تتوضأ عليك أن تعيد وضوءك. الخلو من القلق. القلق من أكبر مدمرات السعادة. دع القلق وابدأ الحياة. دع القلق وارضى بالله ربا، اسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، تكن سعيدا. للتخلص من القلق اسأل نفسك ما الدليل على هذا القلق؟ هل هناك شيء يدعوني أقلق؟ نعم لا بد أن نقلق، لكن لا نستمر في هذا القلق حتى يأتي مرض ونقلق من كل شيء. للتخلص من القلق اسأل نفسك ما الدليل على هذا القلق؟ إن لم يكن لديك دليلا اترك القلق. الخلو من التوتر، وكذلك الخلو من الضغوط. نعم الوسطية مفيدة في كل شيء. من أعظم الأشياء التي تذهب هذه كلها أخواتي القلق التوتر الضغوط، إن أكبر ما يبعدها هو من لديه إجابة إنها الصلاة. من صفات الإنسان السعيد إخواني وأخواتي ننتقل الخلو من المخاوف إلا من الخوف من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى عندما تخاف منه فإنك تقترب إليه، وبني آدم فإنك عندما تخاف منه فإنك تبتعد عنه. وعندما تخاف من الله سبحانه وتعالى أحسن تستغفر، عليك أن تقترب منه. ليس الخوف هو كما هو متعارف الابتعاد، لا، أكثر من النوافل وأكثر من الطاعات رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. ممتازة. هذا أستاذ هدى، أخاف من الله فأطيعه أكثر وأبتعد عن المعصية. النظر دائما إلى ما في الناس من خير وصفات إيجابية في البيت، في الأسرة، في الأقارب، في المجتمع، في الجامعة، في مكان العمل. انظر إلى الخير في الناس، لا تنظر إلى الصفات الإيجابية، لأن ذلك يسعدك ولا يتعسك. فالنظر العكسي تعاسة ويؤدي إلى المعاملة للقلب، ويؤدي إلى أن ننظر إلى هؤلاء بنظرة سيئة فنبتعد عنهم ونجفو عنهم. الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى فلنحيينهم حياة طيبة
ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخواني أخواتي، من صفات الإنسان السعيد الابتعاد عن السيئات، ومن صفات الإنسان السعيد ترك الربا والمال الحرام. إخواني أخواتي، الإنسان السعيد من لديه رفقة صالحة خيرة لأن تقوده إلى الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان السعيد لا يختلط في بيئة فاسدة، بل يكون في بيئة صالحة ناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان السعيد لا ينسى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الإنسان السعيد إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى من يذكره، اذكروني أذكركم، ولكن عندما ننسى الله سبحانه وتعالى ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الإنسان السعيد في رأيه أن المشكلة تبدأ كبيرة ثم تدوم. عندما يكون لديك مشكلة فتقولها مثل القالب أو الجبل الجليدي، هل الجبل الجليدي سوف يبقى على ما هو عليه؟ لا، إنما هو يذوب 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 ثم يصبح ماء. هكذا المشاكل، عدم اليأس والقنوط من رحمة الله. إذا لم تجد وظيفة، إذا لم تجد الزوجة المناسبة لك أخي، إذا لم تجد الزوج المناسب لك أختي، إذا لم تتيسر لديكم الأمور المالية، إذا لم تيسر المنزل، إذا لم يتيسر السيارة، فلا ميأس. عندما يكون هناك لدينا مرض، عندما يكون هناك لدينا مشاكل، لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله. عدم اليأس والقنوط وانقطاع الأسباب، فباب الله مفتوح لا يسد، فادعو مسبب الأسباب تفتح لك الأبواب. أيها الرائعون، أيها المتميزون، أن ننتقل إلى صفات الإنسان السعيد، أن تكون السعادة من أولوياتك وحاضرة في ذهنك وتسعى لها ومصرا عليها وتدعو الله سبحانه وتعالى. عندما تريد السعادة فإنك تستنفذ كل طاقتك وجهدك وتتوجه قبل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى أن يسعدك. طيب، أنت سعدت، إذن الذين من حولك عليك أن تسعدهم، أن تسعدهم حتى بالابتسامة، أن تسعدهم حتى بالهدية البسيطة. عندما يكون لديك خبرات متعددة فهذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. المهارات المتعددة من السعادة، الأخلاق الحسنة من السعادة. هل الإنسان السعيد مقتهر؟ وهل الإنسان السعيد لا يضحك ولا يبتسم ولا يخالط الناس كما يظن البعض، يعني في ذهنه أن هذا الإنسان، أن التدين مع يعني أن تترك الضحك، أن تترك الابتسامة؟ لا وألف لا. من هو قدوتنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا مبتسما، وكان يداعب أصحابه صلى الله عليه وسلم. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة تشرح القلب وتحيي الروح وتقرب ما بين القلوب. الابتسامة سر السعادة، الابتسامة تعطى ولا تباع.
إذا من صفات الإنسان السعيد المرح والحكمة والابتسامة. عندما يكون لديك إنجازات سواء في البيت أو سواء في مدرستك أو جامعتك أو في عملك أو إذا كنت في مركز إسلامي، فعندما توكل إليك مهمات وأردت إنجازها فإنك سوف تشعر بالسعادة عندما تنتهي من إنجازها. أنا سوف أعطيكم فكرة ممتازة جدا. عندما أخواني أخواتي عندما تنجزون شيئا في البيت أو في خارج البيت في العمل أو في المتجر أو في أي مكان، امنحوا أنفسكم مكافأة حتى ولو بكوب شاهي، حتى ولو بقطعة حلوى، مكافأة لهذه النفس. لا تنسوا أنفسكم. الخلو من الهموم، أريد الآن ابتسامات، أريد عدة ابتسامات، أريد عدة ابتسامات. نعم، مكافأة عشان نسعد وكذلك نسعد. أريد مجموعة من الابتسامات. ما شاء الله تبارك الله. أنتم الأستاذ علياء، الأستاذ حسان، أحسنتم أحسنتم أيها الرائعون أيها الرائعون والمتميزون. أريد الآن أن تأخذوا نفسا عميقا نفسا عميقا. أهلا بالأستاذ علياء، كانت منسجمة في ما شاء الله مع المحاضرة لمدة 5 عدات. نفس عميق إخواني أخواتي لمدة 3 دقائق. نأخذ شهيق زفير ونشعر بالسعادة ونتذكر أجمل ما في حياتنا، لنتذكر أجمل موقف في حياتنا ولندخل على هذا الموقف المشاعر والأحاسيس الجميلة ولندخل عليه الأصوات التي نريدها ولنستشعر هذا الموقف ونكبر الصورة ونحن في قمة السعادة وفي قمة الراحة. شهيق زفير، أخرج كل هذا الهواء. شهيق طويل زفير يكون بتأني، لا نخرج الزفير بسرعة، خرجوا بتأني بتأني. ولنواصل معكم في صفات الإنسان السعيد، الخلو من الأحزان. نعم الحزن موجود ولكن لا يكون الحزن هو المسيطر على حياتك. نعم احزن لكن لا يكون هذا الحزن هو المسيطر على حياتك، ولا تجعل عندما لا تجد دخلا لك فأرغب قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا تحزن وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. وعندما لا يكون لم يكن لكم أولاد فلنتذكر ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ننتقل إلى الدعاء. ما أجمل الدعاء لهذه الليلة، كل واحد منا يتوضأ ويصلي الوتر ويدعو. إن أراد نصف ساعة ساعة
وانظروا واستشعروا ماذا بعد الدعاء، ماذا سوف يحدث لنا. صلاة الاستخارة تجلب التيسير والبركة عندما نعم الراحة النفسية أحسن في السبهدى. صلاة الاستخارة هي أن يكون لديك أمرين، أو يكون لديك أمر لا تعلم هل هو خير لك أو ليس خير لك، فما الذي يعلم أنه خير لك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فنبدأ إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الصلوات الخمس لنجرب هذا الأسبوع، وكل يوم أن نتوضأ بالصلاة الخمس قبل الأذان بعشر دقائق، قبل الأذان بعشر دقائق، وعندما يحضر وقت الصلاة نصلي الصلاة بخشوع ونتم الركوع ونتم السجود، فإن ذلك سوف يكون سبب الانشراح والسعادة وزيادة الرزق لله سبحانه وتعالى. العبادة بشكل عام من أداها بحب ورضا وإتقان يسعد فيها. حب الناس يسعد الإنسان، أحب الناس، أحب للناس الخير فإن ذلك سوف يسعدك، ولكن عندما تكره الناس فإنك سوف تبتعد عنهم وسوف يكون قلبك ضيقا. وبالعكس فإن الناس لن يحبونك لأنك لأننا نعرف أنك تبتعد عنهم، فهم بالمقابل يبتعدون عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الأستاذة منى. أهلا وسهلا بالأستاذة منى. منى وأجدد الترحيب للجميع، الأستاذة هدى، الأستاذة حليمة، والأستاذة علياء، الأستاذ حسان، ذلك الأستاذ مرام، الأستاذ حليمة. نعم إن حب كل عمل يعمله الإنسان يسعده ويجلب له السرور، إذا كان عملا بوجه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان عملا وافقا للشريعة. عندما تكون بصحة وعافية فإن ذلك سوف يجعلك سعيدا. لكن لنتساءل إخواني أخواتي، إذا كان الإنسان مريض هل يعني أن السعادة قد منعت منه؟ هل يعني ذلك أنه لا يكون سعيدا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأستاذ عطاء. هل الإنسان المريض محروم من السعادة؟ هل الإنسان المبتلى محروم من السعادة؟ أحسنت. إذن ليس التمتع بالصحة والعافية يسعد الإنسان فقط، وحتى الإنسان المبتلى. نعم أحسنت يا أستاذ هدى، أحسنت يا أستاذ هدى. المريض يفكر في نعم نريد نفكر في نعم الله الأخرى، فإذا أخذ منه البصر فإنه يعلم أن الله أبقى له السمع وأبقى له قلبا، وأن قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى جعله مسلما. لتذهب كل الأعضاء، لتذهب كل متع الدنيا، ويبقى الإيمان في قلب الإنسان، فإن ذلك من أتم السعادة. انظروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات التي غزاها ومن قبلها، ومن قبلها صحابته الذين كانوا يؤذون، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان لما أعلن إسلامه كان يضرب حتى أغرق بدمائه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأستاذ سعيد، حياكم الله.
حتى أضرج بالدماء رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذهب به إلى بيته. أتدرون ما هو أول سؤال سأل عنه رضي الله عنه وأرضاه؟ إن سؤاله كان عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذا النبي هو. أهلا وسهلا بك يا أستاذ سعيد، شرفتنا وشرفونا كذلك الإخوة والأخوات. يعلم أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يمدهم بالسعادة، يمدهم صلى الله عليه وسلم بالخير، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. بلال رضي الله عنه وأرضاه لم يتذكر مقيمته عندما كان يؤذى وكان يوضع عليه الحجر في صحراء مكة، وكان يجلد رضي الله عنه وأرضاه بلال. ما هي المقولة التي كان يقولها؟ كان يقول أحد أحد، وكان يقول ماذا؟ مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب أو مرارة ما يفعل به قريش، فغلبت حلاوة الإيمان، لأنه عاش الإيمان، لأنه إنسان سعيد. لقد دخل الإيمان شغاف قلبه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يعني في كل أمورنا وفي كل شؤوننا. صحيحة سليمة للحياة السعيدة، فليس بالمتزمت وليس بالمفرط، بل هو إنسان وسط كما ذكرت الأستاذة هدى، إنسان وسط. تذكر دائما بعد العسر يسرا، فالعطاء الغير المنقطع لله عز وجل من أسباب السعادة. تصدق فإن الصدقة سعادة وثواب لك ولبريتك. النظر لمن هم دوننا في أمور الدنيا ولمن هم فوقنا في أمر الآخرة. لماذا ننظر إلى من هم دوننا في أمور الدنيا؟ لماذا ننظر إليهم أخواني أخواتي؟ أشخاص لديهم المباني الشاهقة، لديهم أحسنت يا أستاذ هدى، نشكر نعمة ربنا ونرضى بها، ولئلا نزدري ما أعطانا الله سبحانه وتعالى. حتى لو كان لديك سيارة لمدير قديم، أقول الحمد لله أن لديك هذه السيارة تقلك إلى أي مكان تذهب إليه. عندما تنظر إلى شخص لديه سيارة فارهة فإنك تقول لماذا هذا حقي ولم لا؟ انظر إلى من هم دونك، انظر إلى الذين ليس لديهم سيارة تقلهم. ولماذا ننظر إلى من هم فوقنا في أمر الآخرة؟ حتى نزداد فقاهة ونزداد وننافس هؤلاء إلى الله وإلى جنة الفردوس بإذن الله سبحانه وتعالى. أن تؤدي واجباتك والحقوق التي عليك، وإلا أصبحت في وخز الضمير. لنشكر الله سبحانه وتعالى أن أعطانا هذه الأنفس الزاكية، وكذلك السعادة التي نعيش بها ونحيا بها. ولكن عندما نخفق
ونتهاون عن واجباتنا وأداء حقوقنا، سيكون هناك وخز الضمير. وخز الضمير أخواني أخواتي كثرته تؤدي إلى ترك العمل. حاسب نفسك عن الخطأ وأصلح الخطأ، ولا تثبت عن الخطأ، أصلح الخطأ. التوازن في كل أدوارك في الحياة، إن لدى كل إنسان منا سبعة أدوار في الحياة، أنتم تعرفون يا إخواني وأخواتي، فلا يغلب دورا على الدور الروحي والدور الرياضي والدور الاجتماعي والدور الوظيفي والمالي إلى آخره. الإنسان السعيد لديه راحة بال، الإنسان السعيد تقي، الإنسان السعيد يستطيع أن يقود ذاته، فهو مسرور ويعلم مواطن التي ترتقي به والمواطن التي تضعف به، يعرف مواطن ضعفه فيعالجها، يعرف مواطن قوته فيعززها. تنظيم الأولويات عن السعادة، القيام بواجبات وحقوق كل علاقة من علاقاتك كما يحب الله سبحانه وتعالى من السعادة. أخواني أخواتي، ما رأيكم في هذه العبارة؟ أريد أجمل تعليق عليها. أخواني أخواتي، أرحبكم مجددا. قمة السعادة أن تضيء شمعة مع كل همسة يأس. عبارة جميلة ورائعة جدا، ما رأيكم؟ أخواني أخواتي معي، أم أنكم ذهبتم؟ قمة السعادة أننا ألا نستسلم للياس أبدا، ولكن دائما نفكر بالأمل. الله الله الله، ما أجمل هذه العبارة أستاذ هدى، ما أجمل هذه العبارة الرائعة. أحيا نعيش في الأمل، ما شاء الله تبارك الله. كوكبة متميزة من الرائعين والرائعات، أستاذ حليمة أحسنتي 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 أستاذ حليمة، نحن نعيش بالأمل. الله أحسنتم جميعا أحسنتم جميعا. أحسنتم جميعا. في طلب من أخواني وأخواتي المشرفين عن الأكاديمية، الأخ أو الأخت المتفاعلين أن يشاد، أو الأخوات أن يشاد باسمه في صفحة الفيسبوك بإذن الله سبحانه وتعالى، سواء كان من المشرفين أو من الإخوة المشاركين. نريد أن يشاد باسم هذا المشارك، أو أن يكون هناك لوحة، وأنا أتمنى أن يكون هناك لوحة بالحضور جميعا، لأن لا نريد أن نميز شخصا عن آخر، أنا أريد أن يكون هناك لوحة وتسمى لوحة التميز. لوحة التميز، فما شاء الله الجميع مشارك، الجميع منتبه وحاضر معنا. أين تكمن السعادة الحقيقية؟ السعادة الحقيقية تكون في أدوارك التي تكون في حياتك، تكون في العبادة، في علاقتك بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع ابنك، مع زوجك، مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، مع أرحامك، مع أقاربك، مع أصدقائك، مع جيرانك، في عملك،
وأنت كذلك كمواطن وكذلك فرد في أمة، وعلاقتك بالبيئة وعلاقتك بالعالم الغيبي. الأدوار التي نقضي فيها وقتا طويلا تؤثر على سعادتنا بشكل كبير، إما بالإيجاب وإما بالسلب. الوقت الذي تقضيه في مشاهدة أو سماع الأشياء السلبية فإنها سوف تجعل حياتك سلبية. الأشياء التي تقضي فيها بالأشياء الإيجابية الصوت واضح أستاذ سعيد؟ الحمد لله وفقكم الله. قد يكون كوب من العسل أو ملعقة من العسل، آسف، ملعقة من العسل جيدة لوضوح الصوت. الأدوار التي نقضي فيها وقتا طويلا تؤثر على سعادتنا بشكل كبير. نعم، إما بالإيجاب وإما بالسلب، فلذلك نختار الشيء الإيجابي. لنأخذ من هنا موظف أخواني أخواتي؟ أخواني أخواتي، هل هنا أحد موظف أو موظفة؟ طيب، لا أريد الإجابة على التكست، أريد الإجابة بينكم وبين أنفسكم. الآن كم تقضون في العمل؟ هل دوامكم دوام جزئي أم كلي؟ طيب، هل العمل الذي تمارسينه هل أنت سعيدة فيه؟ هل تشعرين بالسعادة؟ لا أريد الإجابة، أريد أن تدفتر كما قلت لكم، هناك دفتر، اختر الاسم الجميل الذي تريده عليه، لأن هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة التي تكون كل أحد بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يصحبنا هذا الدفتر. هذا الدفتر كلبنة لكم تنطلق منها بإذن الله سبحانه وتعالى. هل تشعرين بعملك بالسعادة؟ إذا كانت الإجابة نعم، هل سيؤثر ذلك على، أهلا وسهلا بكم أستاذ علياء، مرحبا بكم، وكذلك أرحب بجميع مشرفينا ومشاركين، حياكم الله وبارك الله فيكم. هل هذا عندما نخرج من العمل ونكون سعداء هل يؤثر ذلك على أسرتنا، أم عندما نذهب ونحن مرهقين وقد وما أن ندخل البيت نقلبه ظهرا على عقب؟ إذا كان يومنا تعيسا هل وضعنا خطة لكي نجعل يومنا سعيد؟ أترك الإجابة لكم. دور الإنسان السعيد مع أسرته، كل فرد منا لديه أسرة، إما من زوجة فقط أو من وفقكم الله أستاذ عليها، النور نوركم، وفقكم الله جميعا، إما من زوجة أو من أطفال أو من الوالدين، كل منا لديه أسرة. هل هناك أحد ليس لديه أسرة؟ كلنا لدينا أسرة. على الأقل نقضي 6 ساعات باليوم، وهي ربع الأسبوع، وإذا لم يكن الإنسان سعيدا في هذه 6 ساعات فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على حياته. دور معدات النوم،
إذا كان النوم سعيدا، إذا النوم غير سعيد دائما كوابيس وآلام وأمراض وقلق وأرق وعدم قدرة على النوم، فالإنسان غير سعيد في ثلث حياته. معلومة خطيرة خطيرة إخواني أخواتي، الإنسان ينام ثلث حياته، فإذا كان النوم غير سعيد فإن ثلث حياته غير سعيد. إذن كيف نجعل النوم فرصة للسعادة؟ ما رأيكم أخواني أخواتي؟ الإنسان شعر بالكوابيس في أول ليلة وفي ثاني ليلة وفي ثالث ليلة، هل يترك الأمر يصير هكذا أم ماذا يفعل؟ إن الكوابيس والقلق في النوم السبب في إخواني أخواتي ما قبل النوم، السبب فيه ما قبل النوم. ونختصر ونضيق الدائرة، قبل النوم 45 دقيقة ماذا كنت تفعل؟ قبل النوم 45 دقيقة ماذا كنت تفعل؟ إذا كان شيئا سعيدا وإيجابيا فإنك سوف تنام نوما هانيا، وإذا كان غير ذلك فإن الكوابيس سوف تحل عليك من كل حد وصوب. إخواني أخواتي، هل نكمل أو نرتاح لمدة 5 دقائق؟ هل نكمل إخواني أخواتي؟ أخشى أن النوم بدأ يداعبك، أخشى أن النوم بدأ يداعبكم. وفقكم الله. إذا نكمل وفقكم الله، أنتم الأروع أستاذ حليم، أنتم الأروع. أخواني أخواتي، لا تعرف طعم السعادة إلا قلوب وكلت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وتيقنت أنه خبير مدبر لها، ومهما حصل معها فهو قضاء الله وقدره، مهما حصل فإن ذلك قضاء الله وقدره، عليها أن تسلم بذلك. السعادة بنظرة أخرى، إذا ننظر إلى السعادة في علاقات الإنسان. الآن بدأنا قبل ذلك المعذرة في هذه الشريحة، علاقتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر صلى الله عليه وسلم، الصاد هذه كان هناك تعديل لكن نسيت أن نعدل. علاقتك مع ذاتك، أولا علاقتك مع خالقك سبحانه وتعالى، ما هي علاقتك؟ هل أنت تعبد حق العبادة؟ هل أنت تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى خير قيام؟ علاقتك مع محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنت محب لسنته؟ علاقتك مع الإسلام، وقد مر علينا شيء منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ رحيم، طيب الرحيم. علاقتك مع ذاتك، مع عقلك، مع أفكارك. إخواني أخواتي، لا نجعل عقولنا صندوقا لكل الأفكار، بل نجعل كما يقال فلتر إهام. آسف أستاذ سعيد، اعذروني فأنا لم ألبس النظارة. لا تقول عني أن النوم يداعبني، فأنا
مبسوط ومستبشر وسعيد معكم وفقكم الله. يا الله أستاذ ريهان، علاقتك مع ذاتك مع عقلك، لا نجعل هذه العقول عقولنا، نجعل عقولنا يدخلها كل ما هب ودب، لنجعل ما يدخل لعقولنا هو الشيء الإيجابي، أما الشيء السلبي فعلينا أن ننفيه. علاقتك مع نفسك المطمئنة، علاقتك مع نفسك اللوامة، علاقتك مع نفسك الأمارة بالسوء. لا بأس يا أستاذ سيد، لا بأس. أنا ما أدري كيف التوقيت عندكم، ما أدري عن الإخوة والأخوات. التوقيت أنا لا أعلم يعني، لكن لا بأس، لا بأس مع إخوة وأخوات أفاضل وكوكبة متميزة، فإن الوقت يحلو والوقت يكون من ذهب، و يعني أتشرف أن أكون معكم إخواني أخواتي. يعني ليس تأخر الوقت يعني ذا أهمية لدي، إذا كان هناك كوكبة متميزة أمثالكم فإن الوقت سوف يكون أفضل وأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. علاقتك مع الناس والأشخاص الاعتباريين، وإياكم أستاذ سعيد، من أقرب الأقارب إلى أبعد الأباعد، مع إخوة لك في الله، مع أصدقائك وجيرانك، مع الغرباء، مع الأشخاص الاعتباريين في شركتك وفي المجتمع ممن هم حولك. إخواني أخواتي، القاعدة تقول سعادتك تعتمد على سعادتك في علاقتك، إذا كنت سعيدا في علاقتك فأنت سعيد في حياتك، وإذا كنت غير سعيد في علاقاتك فأنت غير سعيد في حياتك. أي تعاسة وشقاء في أي علاقة سيؤثر سلبا على مجموع سعادتك بمقدار هذه التعاسة. أرحب بكم مجددا إخواني وأخواتي في أكاديمية الجيل الجديد، أرحب بكم جميعا إخواني وأخواتي، أجمل ترحيب. وننتقل وإياكم أستاذة ريهام، وإياكم. الإنسان الإيجابي في علاقاته سعيد، الإنسان الإيجابي في علاقاته سعيد، مبتهج، منبسط. ولكن على العكس من ذلك، الإنسان السلبي في علاقاته تعيس، هو الذي أشقى نفسه بنفسه. هناك ما يسمى بالسعادة الوهمية، أخذنا السعادة وأخذنا صفات الإنسان السعيد وأخذنا ما هي الأدوار التي يكون الإنسان فيها سعيدا وما هي الجوانب التي يكون فيها الإنسان سعيدا. إخواني أخواتي، هل السعادة في المال فقط والشهرة والمنصب والشهادات؟ لا. هل السعادة في الشهرة الرياضية أو في الفن؟ كل هذه ستزول. نعم لا. هل السعادة في الشهادات والتخصصات وما إلى ذلك؟ طبعا لا. المناصب التي نفنى من أجلها، وتعيس الإنسان ليصل إلى هذا المنصب، ما الفائدة منه؟ إخواني أخواتي، حصول الإنسان على محبوباته لا تضمن له السعادة من الله، قد تكون محبوباته شقاء عليه، احفظوا هذه، قد تكون محبوباته شقاء عليه. نعم العلم مفيد، لكن لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت، أحسنت يا أستاذ هدى.
علينا أن نجعل السعادة في كل جانب من جوانب حياتنا. حصول الإنسان على محبوباته لا تضمن له السعادة من الله، قد تكون محبوباته شقاء عليه. خلاصة، أين السعادة؟ أخواني أخواتي، الآن نحن في هذه الدنيا، هل سعادتنا مكتملة؟ الإجابة لا، سعادتنا ليست مكتملة. إن السعادة في جنة الفردوس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولمن يسمع هذه المادة أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. الإنسان في هذه الدنيا يمر بمصائب وابتلاءات لكي يمحص الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليميز الله الخبيث من الطيب. السعادة بالرضا، الدنيا ليست دار سعادة كاملة إلا بالرضا، وإن لم ترضى على أي شيء فأنت غير سعيد، وتشقي نفسك وأنت تعلم لا حول لك ولا قوة إلا بالله. ارجع إلى الله واطلب منه السعادة والرضا. الإنسان مبتلى بما يحب من الدنيا. نعم، إن ما نحصل عليه في هذه الدنيا فإنما سوف نحاسب عليه يوم القيامة. علينا أن نعرف وأن نقدر ما نحصل عليه من الأشياء التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، وأن نخشى الله سبحانه وتعالى فيها. أيها الموظف في وظيفتك، هل أديت وظيفتك على ما يرام؟ نعم، تحصل على راتب، تحصل على علاوة، تحصل على سكن، تحصل على سيارة، هذه كلها أشياء أعلم أنها من الابتلاءات، فإما أن تنجح فيها وإما أن تخفى فيها. وكذلك أنت أيها الطالب، لماذا تدرس حتى تحصل على الشهادة وبعد ذلك؟ إذن اسأل نفسك، إذا كان هذا الشيء لوجه الله فاعلم أنك على خير، وما كان غير ذلك فصحح. إذن السعادة أخواني أخواتي الأعزاء في أكاديمية الدين الجديد، أيها الرائعون والرائعات، السعادة ما هي إلا مجموع سعادتك في علاقتك كلها من وجهة نظر أخرى. وعدم سعادتك في عملك أو مع عائلتك قد تؤثر على مجمل سعادتك كاملة. إذا كان الإنسان في خوف دائم من العين فهو في شقاء. قد يكون الإنسان أنعم الله عليه سبحانه وتعالى بنعمة، إما بسيارة أو في وظيفة، فهو يخشى العين، يقول أخشى العين وأخشى وأخشى، لأن هذا الإنسان سوف يكون تعيس. نقول له عليك أن تتحصن بالأذكار وأن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لأن هذا سوف، لأن الاستمرار في الخوف من العين سوف يؤدي بنا إلى المرض وإلى الخوف. كذلك الخوف من السحر، الذي يخاف أنه مسحور ويعتقد أنه مسحور، فإن ذلك سوف يؤدي به إلى المرض. عدم الرضا بالبيئة التي أنت فيها والتذمر من كل شيء حولك والناس الذين من حولك، وتقول لا يوجد
طقس مناسب، لا يوجد مجتمع مناسب، لا يوجد هناك اقتصاد مناسب، فإن هذه الأشياء وهذه الأفكار سوف تؤدي بك إلى التعاسة. التعاسة في السعادة، أعتذر أخواني أخواني، السعادة في كل دور من أدوار حياتك والسعادة الكاملة بيد الله سبحانه وتعالى. كيف تنالها؟ بإرادة الله. كيف تنالها؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا الله تضرعا وخفية بالسعادة لك ولمن حولك وللناس أجمعين. ادعوا الله سبحانه وتعالى بالسعادة في يوم القيامة والفردوس الأعلى من الجنة. كن مع الله، كن مع الله في أي عمل تعمله وفي خلواتك يكن الله معك. قالوا الفرص لا تضيع في عالم الأعمال إذا أنت لم تقتنصها بل تذهب لمنافسيك. إذا كانت هناك لديك فرصة فاقتنصها ولا سوف تذهب. أي فرصة كانت موافقة للشريعة وكانت جيدة اذهب إليها وانطلق، ولا تدع الناس يسبقونك إلى الخير وأنت جالس في مكانك. أحيانا أحتاج أن أنسحب من المشكلة لأوجد حلا ثم أعود. وقولوا للناس حسنا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا كان يقول؟ من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة ماذا أخواني أخواتي؟ فليلزم عتبة ماذا؟ العبودية. كما يقال بقدر ما تتعنى أي تتعب وتنصب تنال ما تتمنى. أنت تتعب بوظيفتك، تتعب بمدرستك، تتعب في أي شيء، في أي خدمة تقدمها للناس، ولكن سوف تنال ما تتمناه من أجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال الحسن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالسعادة شغلتك بالتعاسة غير السعادة. ازرع سعادة تحصد سعادة. المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمال كلها لا تنال إلا بحظ من مشقة، ولا يقدر إليها إلا على جسر من التعب. إخواني أخواتي، ما هو شعورنا عندما نسمع بكلمة السعادة؟ ما هو شعورنا عندما نقدم السعادة للآخرين؟ ما هو شعورنا عندما ننطلق في ميادين السعادة؟ هل سنشعر، نعم أستاذ ريهام، نشعر بالارتياح. أحسنت يا أستاذة ريهام، ما شاء الله تبارك الله. لو أسعدنا غيرنا لنسعد. أحسنت يا أستاذة هدى. أسعد نفسك وأسعد غيرك وسوف تسعد. قبل النهاية هناك قصيدة الشيخ يوسف القرضاوي من ديوانه نفحات ونفحات. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمول، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر الطريب، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد.
أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود في أن تصيح بكل وال عاش أحدكم المجيد في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، هي التفاعل والتطور لا التحجر والجمود. وهي الجهاد، وهل يجاهد من تعلق بالقعود؟ وهل الشعور بالانتصار وهي الشعور بالانتصار ولا انتصار بلا جهود؟ وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود. هي أن تدود عن الحياض وأي حر لا يذود. هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد. هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود. هي أن تخط مصير نفسك في التهام وفي النجود وتقول لا ولملء فيك لكل جبار عنيد. هذه الحياة وشأنها في عهد آدم والوجود. فإذا ركنت إلى السكون فلب بسكان اللحود. أفبعد ذلك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟ إخواني أخواتي أيها الرائعون، إذا عزمت أن تتحلى بصفات الإنسان السعيد من الآن، كل إنسان منكم الآن لديه دفتره الخاص، من الآن اكتب الصفات، اكتب الأدوار، اكتب ما تشاء. أنتم الأروع الأستاذ هدى والأستاذ حليمة جزاكم الله خير، وأنتم كذلك. من الآن توكل على الله وتحلى بالصفات الجميلة والصفات الرائعة. إخواني أخواتي، وقفة أخيرة. السعادة كلمة خفيفة على اللسان، حبيبة إلى قلب كل إنسان، وهي شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانحه، يتمثل في سكينة نفسه وطمأنينة قلبه وانشراح صدره وراحة ضميره. وما من إنسان إلا وهو يسعى إلى تحقيقها في حياته. فأكثر الناس يظن أن السعادة في المال والثراء، ومنهم من يتصور أن السعادة في أن يكون له بيت فاخر وسيارة فارهة، ومنهم من يعتقد أن السعادة في كثرة الأولاد والأحباب، أو تكون له وجاهة في المجتمع أو يتبوأ على المناصب، ويظنه البعض الآخر في أن يتزوج امرأة ذات مال وجمال وذلال. وللناس فيما يعشقون مذاهب. يا متعب الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إن هذه المتع متع دنيوية زائلة، من عاش لأجلها والتكثر منها ولم يفتغ غيرها لم يذق طعم السعادة الحقيقية، وليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب. فالسعادة ليست في مال يجمعه الإنسان، وإلا لسعد من قارون، وليست في طلب الوزارة والمنصب، ولو كانت كذلك لسعد من هامان وزير فرعون، وليست في متعة دنيوية ما تلبث أن تنقضي، بل السعادة الحقيقية في طاعة الله والبعد عن معصيته التي هي سبب الفوز الأبدي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وذلك بأن يسير الإنسان في هذه الدار على الصراط المستقيم، وأن يتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله
ويراقبه في السر والعلن والغيب والشهادة، فبذلك يفوز ويسعد الإنسان. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. هذه الصورة تختصر علينا كثيرا مما ذكرنا. السعادة إخواني أخواتي، كنت راغبا في أن تكون على ثلاثة مراحل، ولكن اختصرت كثيرا كثيرا منها، وأعطيتكم كما يقال جبة الكلام، أعطيتكم الفلاشات، أعطيتكم المفاتيح التي تمسكونها وتنطلقون منها بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم أخوكم عبد الله الغني في أكاديمية الجيل الجديد. شكرا شكرا لكم إخواني أخواتي على هذا الوقت الثمين الذي تركتموه حتى تتابعون مثل هذا الدرس. وفقكم الله ورعاكم، وعلى أمل إن شاء الله أن يكون هناك دورات أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. موعدنا كل أحد بإذن الله سبحانه وتعالى لتمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، بس كذلك في السيد سعيد الساعة 10 بتوقيت القاهرة تقريبا، أسعد بتواصلكم. أبغى الجوال أو الواتساب وكذلك صفحة الفيسبوك، وأنتظر مشاركاتكم. ومن كان الآن نترك لكم المجال إن أردتم أحد لديه أي استفسار، فإن لم يكن هناك استفسار أترك المايك للأستاذة هدى أو الأستاذ سعيد. جعلنا الله وإياكم سعداء، رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والكافرين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، وأن يوحد صفوف إخواننا في مصر الشقيقة. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوان المستضعفين في كل صقع من أصقاع الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الوقت وسجلتم في دفاتركم ما تقر به أعينكم، لأن هذا الدفتر سوف يستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى وفقكم الله. المحاضرة تميزها هو بتميز مشاركاتكم وتميز حضوركم. نطالب الإخوة المشرفين في هذه القاعة أن يكون هناك لوحة شرف للإخوان والأخوات في هذه الدورة والإشادة بأسمائهم، من باب يعني تحفيزهم، ومن باب الشكر لهم على هذا الحضور المتميز. ولا مانع
أن يدرج المشرفون والمشرفات أسماءهم في هذه اللوحة، فهم يستحقون الثناء والإشادة. وأشكر الأستاذ سعيد الذي تعب مني والتنسيق معي، وكذلك الأستاذة هدى التي كانت متواصلة معي في هذا اليوم، وأشكركم إخواني أخواتي على هذه الأجواء الجميلة التي أضفتموها في هذه الدورة. وفقكم الله.